السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي هذه الماكينة من نوع فيكتوريا 364. الزواق اللي فيها هو هذا، راه للبيع. تقريبا فيها كما تنقولوا دائما الزيكزاك، كنحسبوهم زواقة واحدة، خياطة واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، 11، 12، 13. 13 زواقة. الزواق هو هذا، هو نوري لكم، نحسبو لكم هنا كاع باش نتهناو، باش نشوفو كاع. هو هنا راه خدمتو هنا قبل. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، 11. 11 و 12 هي العيون، فيها 12 نوع ديال الخياطة. هما هنا راه كاين أكثر من، هما هنا في الماكينة راه كاين أكثر من 12، ولكن حنا الزيزا كنحسبوه واحد باش تكون المصداقية. مابقاش نعمر عليكم واحد جوج ثلاثة ونقول لكم هادو راه شنو كاين. خدمتها نقية، الماكينة رطبة تبارك الله كما كتشوفوا هنا. الزواق هو هذا، كنتحكموا فيه من هنا. خلاص كدور الزواقات اللي بغيتي كتحكم فيها من هذا المكان هذا. عندنا هنا لاريتمو اللي كتدي خيطه وتجيبها، تكبار الغرزه هنا، التعراض والتوسع ديال الزيكزاك ولا الزواقه هنايا يعني النيت. عندنا الكانيت هنا، الكروشي عندنا هاد البواتي هذه اللي كيجي معاها، تيجيو معاها هاد لي باري بجوج، وحده رقيق وحده غليظ. الكروشي راه فيها حديد، هانتوما كما كتشوفوا بوطا كانيت راه فيها حديد. فيها اضاءه، فيها اضاءه، بسم الله، هانتوما كما كتشوف فيها الاضاءه ديالها. خلاص تبارك الله الماكينه مازال نقيه شويه، المهم نقيه، راه نقيه، ماشي نقولوا زعما قديمه ولا شي حاجه، هي راه مزيانه وصحيحه تبارك الله، وديال الخدمه. وتضربه ديالها رطبه، سمعوا الضربه فيها تبارك الله رطبه، ماشي جوك رطبه تبارك الله مخيره. بالنسبه للثمن ديالها راه غندي نسالي، غندير لها فيديو غير ما ساليتش، غنشرحها كامله يعني اللي غتكتب له مرحبا به. بالنسبه للثمن ديالها كدير 550 درهم، 11000 ريال الثمن ديالها. اللي بغاها الرقم راه غتلقاوه، غتلقاو الرقم هنا يتصل، ومرحبا بك اللي كتبت له، الله ييسر له الامور. راه 550 درهم الثمن ديالها. ان شاء الله غنشرحها كامله، الفيديو ديالها كامل، حتى اللي عنده بحالها يعرف كيفاش يدير يخدمها.